السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة زهان عبد اللطيف. أنا عبد اللطيف مستوى مدير بشركة ديال أوريفلام. اليوم غادي نشرح لكم واحد البرودوي زوين اللي من البرودويات الزوينين ديال الشركة ديال أوريفلام. هذا البرودوي كيحل لنا لي بوان نوار أو الرؤوس السوداء اللي كيكونوا في الوجه ديالنا. قبل ما تعرفوا على هذا البرودوي كيفاش كنستعملوه، كيفاش غادي نديروا ليه، وشنو هما المزايا ديالو، ادعوكم للاشتراك في قناتنا، وما تنسوناش الدعم ديالكم باللايك والاشتراك في القناه باش ديما نستمروا في الشروحات ديال الطريقه ديال الاستعمال وشنو كيصلحوا لي برودوي ديال اوريفلام. كما قلت لكم هذا البرودوي من مجموعه اللي معروفه بزاف يعني في شركه ديال اوريفلام. هذا البرودوي هو بيبسكي، ها هو كما هو كنظن راه كيبان، هو تسناو يبان مزيان في الشاشه. هذا البرودوي سميتو بيرسكين. هذا البرودوي كما كتشوفوا هنا بالخلاصه ديال البابايا، كما كنعرفوا النبته ديال البابايا هي معروفه كتنقي الوجه وكتصفيه، يعني كيدخل هذا البرودوي كيدخل في المسامات اللي كيكونوا في الوجه وخصوصا النيف، وكاين اللي كيكون عنده التف يعني في الجبهه ديالو، ولكن الاكثريه كيكون هنايا في هذه البلاصه وفي النيف، كيكون سواء عند البنات وعند يعني الدراري بحال كتكون عندنا اي واحد يقدر تكون فيه يعني هاد لي بوان نوار اللي كنقول ليه. ولكن هذا البرودوي زوين بزاف كيحيدهم وبالتجربه، وانا شخصيا كنستعمله، يعني واحد البرودوي اللي زوين بزاف يعني هاد بيرسكين، يعني كيدخل المسامات اللي كاينين عندنا في النيف ديالنا او يعني في الوجه ديالنا، كيدخل داك المسامات كيصف فيهم، يعني كينقي هذيك البلاصه ديالهم، كيحيد لنا دوك الشوائب يعني ديك الاطربه والعرق ويعني والتراب اللي كتكون يعني من يعني الا خرجنا للزنقه ولا ديال التلوث ولا وما الى ذلك، يعني كيدخل دوك المسامات يعني كينقيهم لنا وكيصفيهم لنا. بالنسبه للطريقه كيفاش كنستعملوا يعني هذا البرودوي ديال بيرسكين ديال لي بوان نوار، حيت كاينين بزاف ديال لي برودوي كما كنعرفوا، كاينين عندنا بزاف ديال لي برودوي في الشركه ديال اوريفلام، ولكن ما كنعرفوش يعني كيفاش كنستعملوهم وكيف الطريقه ديالهم، يعني كناخذوا البرودوي كنمشيو كنديروه يعني هاكا. الشركه ديال اوريفلام يعني اي برودوي خرجته يعني راه عنده واحد الهدف، عنده واحد الطريقه، عنده واحد الحاجه، يعني كيعطي واحد النتيجه، يعني ضروري كيعطي واحد النتيجه، ولكن الا تستعمل بطريقه صحيحه. يعني الدواء ديال الفارماسيين الا ما استعملناش بطريقه صحيحه راه ما يعطيناش النتيجه، وكذلك لي برودوي ديال اوريفلام ولا لي برودوي ديال اي يعني شركه الا ما استعملناهمش بطريقه صحيحه ديالهم راه ما غاديش يعطيونا يعني واحد النتيجه اللي هي زوينه. بالنسبه لهذا البرودوي كيتكون من حمض ساليساتيك، يعني حمض ساليساتيك مع يعني من النبته ديال البابايا اللي كينقيو الوجه مزيان، وكيعطوك واحد البشره يعني اللي هي نقيه ويعني وخاليه من يعني من دوك الشوائب، يعني من دوك الوساخ، ومن وكيتسد دوك التقابيل اللي كيكونوا ديال لي بوان نوار. يعني هذا البرودوي راه زوين بزاف بزاف بزاف، ولكن كما قلت لكم الا استعملناه بطريقه اللي هي صحيحه. بالنسبه للطريقه يعني ديالو كيفاش كيتستعمل هذا البرودوي، كنديروه هو راه يعني كنهزوا شويه ديال البرودوي، ها هو يعني غير شويه من هذا البرودوي كنهزوه كنديروه يعني كنديروه في البلاصه، يعني كنديروه يعني في البلاصه فين يعني فين عندنا لي بوان نوار، يعني كندوروه مثلا على النيف ديالنا ولا على هذه البلاصه ولا على الجبل، المهم فين ما بغيتي باش تحيد فيه لي بوان نوار، كديرو يعني على البشره الناشفه، على البشره الناشفه، يعني ما نديروش ما نغسلوش وجهنا عاد نمشيو نديروه، كنديروه على البلاصه الناشفه، ما دير فيها لا الماء لا شي برودوي لا حتى حاجه. كنديروا هذا الماسك يعني كندوروا بحركه دائريه، يعني ماشي يعني حركه دائريه ديما كدار لي برودوي ديال اوريفلام معروف عليهم كيداروا بطريقه دائريه، يعني كندوروه على البلاصه كامل اللي بغينا، وكنخليوها 5 ديال الدقائق، يعني 5 ديال الدقائق كنخليو هذا البرودوي يعني في وجه ديالنا، 5 ديال الدقائق كنخليو هذا البرودوي. هذا البرودوي زوين بزاف وغادي يعطيك النتيجه من اول استعمال ديالو، يعني قلنا 5 ديال الدقائق كنخليو هذا البرودوي في الوجه ديالنا،
كدوز 5 ديال الدقائق كنغسلوه بالماء، سواء بالماء البارد يعني سواء بالماء السخون. الا غسلناه بالماء البارد يعني دوك المسامات اللي تحلين يعني كيبقاو يعني كيبقاو بلاصتهم، الا غسلناه بالماء السخون انتم راه عارفين يعني الماء السخون شويه راه يعني راه كيزيد كيحل دوك المسامات، يعني على حسب الاختيار ديالك وعلى حسب البشره ديالك وعلى حسب النوع ديال البشره ديالك، يعني واش البشره حساسه واش البشره جافه يعني واش البشره دهنيه يعني. ولكن هذا البرودوي راه كيتستعمل لجميع الانواع ديال البشره، يعني واحد البرودوي اللي هو يعني اللي هو زوين بزاف وكيتستعمل ومشهود ليه يعني بالنتيجه ديالو. الناس اللي كيستعملوه راه يعني راه عارفينه. قلنا يعني غادي نعاودوا الطريقه ديال الاستعمال ديالو. كناخذوا هذا البرودوي كنديروه على البشره يعني ناشفه، يعني ما كنغسلوها ما كندير لها حتى كريم حتى برودوي حتى حاجه، ما كنديروه لهذا البشره ديالنا. كنخليوه المده ديال خمسة ديال الدقائق، ومتى كيتستعمل؟ مره في الاسبوع، يعني ماشي يوميا ولا ماشي 3 ايام ولا 4 ايام، مره في الاسبوع كيتستعمل هذا الماسك، هذا البرودوي مره في الاسبوع، يعني مره في السيمانه كيتستعمل ماشي ديما. يعني كنخليوه 5 ديال الدقائق، من بعد يعني كنغسلو وجهنا بالماء البارد ولا الماء السخون وكنشفوه وكنشفوه مزيان، وغادي تبان لك النتيجه، والنتيجه من اول استعمال. اما الا بدينا من الاستعمال الثاني والاستعمال الثالث يعني السيمانه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، راه كتبان النتيجه يعني باينه، كل شيء غادي يشوفها وكل شيء يعني غادي يقول لك فين خديتي هذا البرودوي ولا اشنو درتي لوجهك ولا وجه يعني البشره ديالك صافيه ولا نقيه وكل شيء. وكننصحكم يعني بهذا البرودوي بالنسبه للناس اللي فيهم لي بوان نوار او النقاط السوداء. اللي بغى يشترك معنا في الشركه ديال اوريفلام ولا اللي بغى يستفد من هاد لي برودوي ولا باغي غير البرودوي بوحدو، راه غادي تلقاو النمره ديالي ديال الواتساب غادي تلقاوها اسفل الفيديو، وغادي تلقاو الصفحه ديالي ديال الفيسبوك غادي تلقاوها حتى هي اسفل في الوصف ديال الفيديو، وغادي تلقاو النمره ديال الواتساب ديالي كما قلت لكم. واللي بغى يتسجل مباشره في الشركه ديال اوريفلام ويستفد من التخفيضات ويستفد من لي برودوي غادي تلقاو الرابط ديال التسجيل مباشر اسفل الفيديو. ما تردوش تواصلوا معايا. حتى اللي بغى ياخذ هذا البرودوي في مكان في المغرب في اي بلاصه في المغرب راه هي النمره ديالي ديال الواتساب راه غادي تلقاوها اسفل الفيديو، ولا غادي تبان لكم يعني في الفيديو راه كتبان لكم. طلبوا هذا يعني هذا البرودوي، راه البرودوي زوين بزاف. اللي بغى ياخذ هذا البرودوي راه عندنا في الشركه ديال اوريفلام، وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنوا ان شاء الله باش تاخذوا النتيجه الصحيحه. ماشي النتيجه الصحيحه، نتمنى باش تستعملوه بالطريقه الصحيحه باش يعطيكم النتيجه اللي بغيتو. وما تنساوناش بالدعم ديالكم باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.